وزارة الكهرباء أكدت استمرار متابعة المشاريع المنفذة وواقع الكهرباء في عموم البلاد، كاشفة عن وجود اتفاقات وعقود مع دول الجوار ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتعزيز واقع الكهرباء الوطنية في العراق. ميدانيا هناك كانت زيارات للسيد الوزير والملاك المتقدم للوزارة لجميع محافظات البلاد دون استثناء للوقوف على المشاريع المنفذة وأيضا الواقع منظومة الكهرباء الوطنية في هذه المحافظات. أيضا إصلاحيا أيضا هناك مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها وزارة الكهرباء مع البنك الدولي وأيضا مع الاتحاد الأوروبي من أجل تواصل العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية. أيضا إقليميا هناك عقود واتفاقيات أبرمتها الوزارة مع دول الجوار من أجل أن يكون هناك ربط للطاقة الكهربائية ويكون العراق سوق واعدة للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط.